كابتن وانا اروح معاك دلوقتي لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف الجماهير ردوا علينا وقالوا ايه على السؤال بتاعنا النهارده. وجه كلمه للاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل مواجهه الداخليه في الدوري. سيد فارس الملكي، مساء الخير عليك يا مشكورك، كل الدعم للاعبي الزمالك والجهاز الفني بقياده جوزيه جوميز، احنا كلنا ثقه فيكم وباذن الله تكونوا على قدر المسؤوليه وتحصدوا الثلاث نقاط والمكسب يجيب مكسب، ومع الانسجام محدش هيقدر يوقف قطر الزمالك ان شاء الله. احمد عيد، مساء الخير عليك يا ماما وعلى كابتن وليد انور، بنشكرك. احب اقول لكل اللعيبه العبوا براحه وعزيمه واصرار، واهم حاجه التركيز جوه الملعب واستغلال اي فرصه تيجي في المباراه، واحنا كلنا بندعمكم ووراكم وكل الدعم والتوفيق لنادينا الحبيب زملكاوي، وافتخر باذن الله هنكسب 2-0 يا رب ان شاء الله. علي الدولي، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا، تحياتي لجمهور الزمالك العظيم في كل مكان. الاداره قدرت توفر مدير فني ولاعبين على اعلى مستوى، ثقتنا في فريق الزمالك كبيره وبلا حدود، يا ريت كل لاعب يبذل اقصى جهد ويركز في اسعاد جمهور الزمالك، اشتقنا للفرحه دي حقيقه. تحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بشكرك جدا، احنا فعلا اشتقنا للفرحه. طلعت سيد، مساء الخير يا زينب، بشكرك جدا ولضيفك الكريم اشكرك. اقول للاعيب الزمالك العبوا بحماس وفدائيه من اول دقيقه، ولا تنظروا لفارق النقاط، في المشوار ما زال طويلا، فقط عليكم تنفيذ تعليمات جامز واللعب بروح قتاليه وانكار الذات واستغلال الفرص. كل الدعم ليكم والتوفيق ان شاء الله. شكرا.